منتوج المتبعات المركزيه، وهو في يعني فيه نوعيه رفيعه، وحنا ان شاء الله بربي ان شاء الله هنا في المحل نسوقوا هنا في المحلي ان شاء الله بربي نديروا تسويق خارجي. كما راكم تشوفوا كاين بزاف دي بروفيلي رانا نخدموهم هنا، كانوا يمبورتيوهم، اليوم رانا نخدموهم هنا منتوج صناعي 100% جزائري، وزيد حاجه واحده اخرى، الماده الاولى رانا نشريوها منا جزائريه 100%، ماناش نديروا لامبورطاسيون تاع لي ماتيير بريمير. مرافقه المتعاملين الاقتصاديين في التصدير تاعها، وهذا ما شجعنا يعني اللي خلانا نطوروا المجال تاعنا وتوسعنا الى عده دول. ما يخفلكمش باللي رانا نمشوا عده معارض دوليه، وهذا بدعم من الدولة الجزائرية. احنا خلصوا الا 20% فقط، والدولة ترافقنا ب 80%. استعرضوا المنتوج تاعنا اللي هو الخشب والالومنيوم، منتوج جزائري 100% محلي، وان شاء الله هذا الشيء راح يخلينا ان شاء الله نساهموا في نمو الاقتصاد الوطني الجزائري. بو احنا حاليا نقوم بعمليه تصدير للدول الاوروبيه والدول الاسيويه الحمد لله، وحنا الهدف تاعنا نصدروا للدول الافريقيه، باسكو احنا صعوبات نصيبوها مع الدول الافريقيه ماشي مع الدول الاوروبيه.